قصتنا لليوم قصة مميزة جداً لأنه فيها عدد كبير من الأدلة الجنائية، وفيها دليل بالذات بالنسبة إلي كان شيء جديد وجميل. أيضاً فكرة القصة بتحوم حول أنه هو حاول يمسح الجاني الأدلة في المقابل خلق أدلة أخرى. خلينا نسمع تفاصيل قصتنا بعد الفاصل. قصتنا سارت في العام 2004 وفي بلدة صغيرة من بلدات تكساس بيسموها فارمزفيل. هاي البلدة ما زال الناس فيها بيعرفوا بعض لأنها صغيرة، وما زالت القيم والأخلاق موجودة إلى حد كبير، لدرجة أنه الكثير من الناس ما بيسكروا أبوابهم لما يناموا على أساس يعني أنهم كلهم بيعرفوا بعض. هلا في هاي البلدة هالبنت واللي اسمها راشيل تيلسون واللي عمرها 20 عام انولدت وعاشت في هالمكان، وكانت تحاول تربي بنتها واللي عمرها 6 شهور واسمها إيفري في نفس البلد أو البلدة اللي عاشت فيها. راشيل هالأم الرائعة واللي دايما سعيدة بحسب كلام الناس المحيطين فيها، كانت تعاني من بعض المشاكل بالفترة الحالية لأنه هي بتخوض معركة طلاق مع زوجها، ويعني بتعرفوا بالعادة بصير خلافات على الأمور المادية والوصاية على الأطفال. هاي السيدة كانت تعيش مع بنتها في وسط المدينة تقريبا. الساعة 7:30 صباحا في يوم من أيام الربيع الدافئة في العام 2004 والدتها بتمر عليها حتى تزورها، لكن لما تدخل بتحس إنه الوضع غريب داخل البيت. تبدأ تبحث عن بنتها لكن ما بتحصلها، مع أنه إيفري الطفلة الصغيرة موجودة في سريرها. وإلكم تتخيلوا هالأم اللي مرعوبة أكيد على بنتها لأنه ما حصلتها داخل البيت، لدرجة أنها بحثت في الخزانات تحت السرير وكانت في حالة سيئة جدا. لما توصل على المطبخ بتنتبه على شيء مهم، واللي هو أنه أوراق الطلاق اللي خاصة في بنتها على الأرض يبدو وكأنه في آثار أقدام عليها، دليل على أنه في شخص آخر كان مع راشيل داخل المنزل. اللي بتعمله والدتها أنها بتتصل مع زوجها السابق لهاي البنت واللي كان اسمه أندرو تيلسون حتى تعطيه فكرة شو الموضوع داخل البيت. بيكون جوابه أنه أنا مش فاضي حاليا، أنا في العمل، وبسكر الخط. والدة راشيل بتتواصل مع رجال الشرطة. أول ما يجوا على البيت ويشوفوا الوضع اللي داخل الشقة، على طول بيخطر عبالهم أنه في شيء غلط صاير مع هالبنت، لدرجة أنهم بيتخذوا إجراء سريع واللي هو أنه بيعملوا حملة كبيرة للبحث عنها في الحقول في الأماكن المجاورة. بيستخدموا السيارات، بيستخدموا الخيول على الأقدام. بتكون حملة بالنسبة للكثيرين هي غريبة، لأنه في النهاية بالعادة بينتظروا 24 ساعة، لكن الوضع وجود الطفلة لحالها، الوضع داخل المنزل، خلاهم متأكدين أنه هاي السيدة على الأغلب هي تعرضت للاختطاف. ويمكن يخطر عبالكم ليش ما فكروها أنها غادرت المنزل زي ما بيعملوا سيدات كتير هناك. الفكرة أنه هي بنتها بتحبها جدا، وبالنسبة إلها هي الأكسجين، فمستحيل أنه تترك بنتها. ممكن لو أنه أخذت بنتها معها كان فكروا بطريقة مختلفة. وبعد فترة زمنية قصيرة، أحد الأشخاص بيكون يعمل هايكينج في منطقة لا تبعد 10 ميل عن المنزل اللي كانت تعيش فيه راشيل. بيكتشف بقايا متفحمة، والواضح أنه هي بقايا لسيدة. على طول بيتواصل مع رجال الشرطة، ولما يعملوا بتعرفوا يطابقوا سجلات الأسنان، بتم التأكد أنه الضحية هي راشيل. بيبدوا يفتشوا مسرح الجريمة، وعلى بعد 100 قدم تقريبا من مكان وجود الجثة بيعرفوا المكان اللي على الأغلب هي تم حرقها فيه. واضح أنه في يعني آثار حريق. بينتبهوا أيضا على مجموعة من جذوع الأشجار الموجودة في هالمكان. على طول بيتحفظوا على هاي الجذوع، وبكون إلها دور كبير في حل لغز هالجريمة.
والآن بيكون أمام المحققين مهمة صعبة، واللي هي يوصلوا لوالدتها إنه صحيح إحنا حصلنا بنتك، لكن للأسف أو جثتها ما رح تعرفي تنظري إلها أو تشوفيها تحكي لها إلى اللقاء، لأنه الجثة كانت مشوهة جدا. وفعلا ما بيكون الخبر سهل على الوالدة، لدرجة بتحكي إنه هي حست إنه قلبها توقف في هذيك اللحظات، ما عارفة تقتنع بفكرة إنه بنتها تعرضت للقتل بهاي الطريقة الوحشية. التحقيق في جريمة زي هيك ما رح يكون سهل أكيد، لأنه تم حرق الجثة وأخفيت الكثير من الأدلة، لكن هم كالعادة بيبدوا مع الزوج، وهنا هو مرشح جيد للموضوع أندرو تيلسون، لأنه أول شيء هم في مرحلة طلاق، وتاني شيء ردة فعله ما كانت ردة فعل شخص واضح إنه هو خايف على زوجته. هلا بتتم مراسم العزاء، وخلال المراسم بيكون الكل مصدوم إنه كيف بنت في بلدة زي هيك صغيرة تتعرض لشيء زي هيك. أكيد القاتل رح يكون بيننا، لأنه على الأغلب هو مش من الغرباء، وأصلا هاي البلدة ما بيعيش فيها الكثير من الغرباء، على الأغلب راح يكون واحد من أقاربها أو من الناس اللي هي بتعرفهم. المهم بياخدوا الجثة على الطب الشرعي، وبيأكد الطب الشرعي إنه هي تم الاعتداء عليها، أيضا تم طعنها، خنقها حتى الموت، وبعد هيك حرقت الجثة. موتة بشعة جدا، وهالشي خلى المحققين مصرين إنه يكشفوا عن الشخص القاتل. أهل المدينة أو البلدة أيضا كانوا يطالبوا بحل سريع، لأنه بتعرفوا الفكرة كانت بالنسبة لهم مخيفة، واحدة موجودة داخل منزلها يتم اختطافها، الاعتداء عليها، تعذيبها وحرق جثتها في مكان بعيد، فما كان الموضوع بالنسبة لهم مقبول. على كل حال بيبدوا بالزوج زي ما حكيت، واللي بيبدوا أول شيء يبحثوا في علاقته مع راشيل، وبيعرفوا إنه سبب الطلاق هي إنه هي شوي أوعى منه لها الزوج، بدأت تحس إنه علاقتهم صارت سيئة لأنه ما في مجال للتفاهم، وكأنه هو مش كتير يعني حابب يتطور. في النهاية قررت الطلاق. هلا هو بيكون عنده حجة غياب في الليلة اللي قتلت فيها راشيل، بيحكي إنه كان في حفلة مع مجموعة من الأصدقاء، وإنه واحد منهم وصلوا على البيت بعد هاي الحفلة. لما يحققوا في هاي النقطة فعلا بتأكدوا إنه هو كان في حفلة وكان سكران جدا، لدرجة إنه صديقه اللي وصله على البيت، وعلى الأغلب هو مضى الليلة داخل المنزل زي ما بيحكي، أصلا من حالة السكر اللي هو كان فيها صعب إنه يغادر المنزل. هلا بينتبهوا لنقطة مهمة بعد فترة، واللي هي إنه في هاي الحفلة كان في نار أيضا، يعني مش عليه النار، على طول بتخطر على بالهم فكرة سيئة. المحقق واللي اسمه لاري سمارت بتخطر على باله فكرة إنه هو كان موجود في حفلة فيها نيران، وزوجته حرقت بالنيران، ممكن يكون في علاقة، لهيك بياخد عينات من الأشجار أو من جذوع الأشجار اللي كانت موجودة بجانب الجثة، بالإضافة للأخشاب اللي تم استخدامها في الحفلة، وبيبعتهم على أحد الأخصائيين في الجغرافيا، دكتور اسمه هنري، حتى يفحصهم ويشوف إذا كانوا من نفس المكان أو لا. ولما يدرس الدكتور هاي الجذوع بيعرف إنه هي نوعية من النباتات أو الأشجار بسموها مسكيت، وهي على فكرة أكثر من يعني نوع من الشجر، لكن بتدخل تحت هالتصنيف. بيحكي إنه هاي بتنمو بالعادة في المناطق الجافة الصحراوية، وأيضا تستخدم في شوي الطعام، لأنها تحترق ببطء شديد جدا وما بتصدر كمية كبيرة من الدخان. هاي المعلومات ما كانت مفيدة أبدا بالنسبة للمحققين، لأنها ما بتثبت إنه النباتات من نفس المصدر. هم بدهم يثبتوا إنه اللي كان موجود في حريق الجريمة وكان موجود في الحفلة هو من نفس المصدر. لما إجا وفكر يشوف الدوائر اللي بتكون بالعادة موجودة في النباتات أيضا ما كانت مفيدة، لأنه هالنوع من النباتات بالذات الأوعية فيه صغيرة جدا، وما بتكون الدوائر واضحة أو الحلقات. المهم إنه بيفكر بطريقة ثانية، واللي هي إنه يبعت هاي العينات على دكتور متخصص أكثر منه، ممكن هو اللي يساعدهم.
وبيتذكر هالدكتور إنه في مرة من المرات قرأ مقالة عن فكرة البصمة الكيميائية للنباتات. جهاز الـ FBI بدأ يستخدم هاي البصمة من خلال تقنية حديثة بسموها سبكتروسكوبي، بيستطيعوا من خلالها التعرف على المكونات الكيميائية لجذور النباتات، ومن خلالها يعرفوا إذا كانت من نفس المصدر أو لا. لهيك بيبعت هاي العينات على دكتورة مختصة حتى تأكد لهم إنه من خلال البصمة الإلكترونية إنه هاي النباتات إجت من نفس المنطقة الجغرافية أو حتى من نفس الشجرة. وخلينا نلخص الطريقة اللي استخدمتها دكتور مات هافي حتى تتعرف على البصمة الكيميائية للنباتات. بيسلطوا عليها شعاع من الليزر، بصير عنا زي شعلة وبتنتشر مجموعة من الأبخرة في المكان، بتعرفوا بيكون عنا هيدروجين نيتروجين أكسجين عدة غازات بتنطلق، وبيكون على شاشة الكمبيوتر إشارة لكل نوع من أنواع هاي الغازات. هلا في النهاية من خلال هالغيمة اللي بتتكون اللي بيسموها بلازما كلاود بيكون فيها كل العناصر الكيميائية المكونة لهاي العينة. تخيلوا الفكرة. هلا الدكتورة بتحكي انه معظم العناصر كانت العناصر اللي بالعادة نشوفها في اي عملية احتراق، لكن في عنصر واحد ابدا مش مفروض يكون موجود واللي هو التيتانيوم. هلا بيتوقعوا انه هالعنصر موجود لانه المنطقة اللي صار فيها اصلا الحريق هي منطقة ملوثة بهاي المادة بسبب تلوث المياه الموجودة في المنطقة. يعني المصنع هي منطقة صناعية، المصنع لوث المياه والمياه لوثت النباتات وصار فيها مادة التيتانيوم. وهيك أثبتوا أنه الجذوع الموجودة في منطقة الحريق هي نفسها اللي وجدت في منطقة الحفلة. تخيلوا انه هم فحصوا 11 جذع تقريبا، 8 من منطقة وجود الجثة وثلاثة من منطقة الحفلة، وكلهم ال 11 جذع كانت فيهم نسبة التيتانيوم هي نفسها، دليل على انه هاي الجذوع اخذت من نفس المكان. وهيك بصير عندهم دليل ظرفي ممكن يربط الزوج اللي هو أندرو بمسرح الجريمة. لما يرجعوا للناس اللي كانوا في الحفلة بيأكدوا انه هو ما اقترب من النيران نهائيا وما وضع فيها الأخشاب، لكن بيعطوهم معلومة ثانية انه في احد الاشخاص واللي كان اسمه مايسيس مونديسا وعمره 21 عام يعمل في مجال التكييف والتبريد تصليح أجهزة التكييف، هو اللي كان واضح عليه أنه يعني في حالة غير عادية، وكمان أحضر معه الكثير من جذوع الأشجار حتى يضعها في النيران. هلا لما يحققوا بهالشخص واللي هو مندوزا بيعرفوا انه اصلا بيعرفها لراشيل وبيعرف زوجها لانه اصلا كانوا يروحوا على المدرسة مع بعض، لا بالعكس كانوا تقريبا يعني في كل مرحلة من المراحل يكونوا بنفس الكلاس هو وراشيل، لدرجة انه والدتها حصلت له اكثر من صورة داخل ألبوم العائلة. أيضا رجال الشرطة بيوصلوا لمعلومة بتحكي أنه لما انفصلت راشيل عن زوجها مندوزا حكى لمجموعة من أصدقائه بأنه هو حابب يكون بينه وبينها علاقة، وممكن هيك صارت عندهم شكوك أنه يكون هو الشخص الجاني. حتى والدها بيحكي انه هو دايما كان عنده احساس انه هالشخص واللي هو مندوزا كان يرغب في انه تكون علاقته مع راشيل اكثر من علاقة عادية، يعني تكون علاقة عاطفية، لكن ما في عندهم هم دليل انه صار في مواعدة بين هالشخصين باي مرحلة من مراحل حياتها، الا انهم كانوا يعرفوا بعض بدون نقاش. وبيبدأ المحققين يدرسوا في ماضي هالشخص ويشوفوا إذا كان ممكن يكون له علاقة بجريمة زي هيك، بيعرفوا أنه هو له جرائم سابقة زي مثلا محاولات سرقة، في مرة من المرات حاول يختطف سيدة في منطقة دالاس لكن كانت العملية غير ناجحة. هلأ بالنسبة لهم صار هو المرشح أو المشتبه فيه الأول في جريمة اختفاء وقتل ريتشل.
خصوصا انه بالفتره اللي صارت فيها الجريمه هو ما كان في السجن، صحيح انه نفذ عده جرائم لكن كان طالع بالكفاله، على طول بياخدوا مذكره وبيروحوا يفتشوا بيته، واول شيء بينتبهوا عليه هو زوج من الاحذيه. على الاغلب توقعوا لما شافوه انه ممكن يكون اثار هالحذاء مطابقه للاثار اللي وجدت على اوراق الطلاق، خصوصا انه هالحذاء كان مغطى بمادة السخام السوداء اللي بتنتج من الحريق، بالاضافة لانه رائحته فيها غازولين. على طول بيبعتوا هالبوتس على شخص مختص اسمه مايكل حتى يشوف اذا اثار الحذاء مطابقة للي وجد على اوراق الطلاق، وفعلا بتكون مطابقة. هلا في البداية هم بينظروا بشكل عام للآثار، وبعد هيك بيبدوا يدوروا على صفات مميزة. وبيحكي مايكل الخبير انه في البداية كان كل شيء مطابق، الشكل، السايز، الديزاين الى اخره، لكن اللي اكد له انه هي مطابقة 100% اللي هي بعض الآثار تنتج من انه كل واحد فينا بيلبس حذاءه بطريقة معينة وبيتعرض لأماكن معينة أثناء المشي، هاي بتخلق نوع من الآثار. هل حتى هاي الآثار كانت مطابقة، وبالتالي ما في مجال للشك نهائيا بأنه هي اللي وجدت في المنزل. أيضا من خلال تفتيشهم لبيته بياخدوا جينز، وواضح أنه هالجينز مغطى بالسخام. أيضا لما يفحصوا بيتم التأكد أنه مش بس عليه سخام، لا، وفي عليه بعض بقع الدماء. بيعملوا أكيد تحليل الدي ان اي وبتكون مطابقة لدم ريتشل، وهيك صارت الأمور جاهزة بالنسبة للمحققين وعندهم عدد كبير من الأدلة الجنائية. على طول بيتم اعتقاله والتحقيق معه. الغريب انه لما يعتقلوه ما بيكون عنده ردود فعل نهائيا، وكأنه مفصول عن الحادث تماما، ما في شعور بالخوف، ما في شعور بالأسف، ما في اي شعور اصلا، وجهه كالحجر تماما، واضح انه هو روح شريرة بحسب كلام المحققين ومنهم لاري سمارت. وخلينا نلخص القضية زي ما بيشوفها المدعي العام. بيحكي في ليلة الجريمة مندوزا راح على الحفلة اللي فيها النيران، أخذ معه بعض الأخشاب حتى يحرقها، وبيحكوا أنه الشهود بهديك الليلة شافوه أنه شرب كمية كبيرة من الكحول، وكان في حالة من الغضب، تعارك مع عدد من الأشخاص الموجودين في هاي الحفلة، وهدد تنتين من النساء الموجودات فيها بأنه هو رح يقطع رؤوسهم ويقتلهم، يقتلهم ويقطع رؤوسهم، يعني كان في حالة نفسية سيئة جدا، حالة من الغضب. بيكمل المدعي العام بيحكي وهو في حالة من الغضب الشديد قرر انه يترك الحفلة الساعة 2 صباحا تقريبا، لانه شاف زوجها لراشيل واللي هو اندرو موجود هناك، وتوقع انه هي لحالها في البيت، لهيك على طول راح على البيت، واكيد هي فتحت له الباب لانها بتعرفه، بتعرفه من ايام المدرسة، وزي ما حكيت هي في النهاية قرية صغيرة. على الاغلب انه طلب منها اقامة علاقة وهون هي رفضت، صار بينهم نوع من العراك، وبعد هيك هو قتلها، اخذها على منطقة الغابات، حاول يحرقها حتى يخفي اكيد اثار الجريمة. المدعي العام أيضا بيحكي أنه قبل أسبوع من اختفاء هلا تولسون هو دخل على شقتها عن طريق يعني العبث في واحد من أقفال المنزل، على أساس أنه له بعض الأغراض الشخصية اللي بده ياخدها من بيتها، وهالشي أكدوا الأصدقاء. أصلا لهيك هم كان عندهم شكوك بأنه يكون له علاقة بجريمة القتل، لأنه لما استدعوه بدوا يسألوه عن هاي الحادثة أنكرها، مع أنه عدد من الأصدقاء أكدها، وردود فعله كانت تدل على أنه هو يعني عامل شيء غلط في بداية التحقيق. وخليني أحكي لكم شو بيحكي هو اللي صار. بيحكي أنه هو بعد ما خلص الحفلة مر من أمام منزلها وشاف الإضاءة موجودة، لهيك قرر أنه يدخل على البيت، ودخل من الباب الخلفي بدون ما يستأذنها، وما كان عندها مانع نهائيا. فجأة بيحكي حسيت أنه أنا لازم أخنقها، وفعلا بديت أخنق فيها. لما حسيتها غابت عن الوعي أخذتها بسيارتي، وخلف المنزل اللي أنا بعيش فيه اعتديت عليها.
وبيكمل وبيحكي: بعد هيك نزلتها من سيارتي، رجعت خنقتها مرة ثانية، وحتى أتأكد إنه هي قتلت استخدمت السكين في منطقة الحنجرة. يعني بشاعة ما بعدها بشاعة. هلا بيحكي إنه تركها في هالمكان، ولما حققوا معه رجال الشرطة في المرة الأولى خاف، لهيك أخذها وحرقها في الغابة. يعني هو كان مشتبه فيه أول بالنسبة لرجال الشرطة، وتم التحقيق معه قبل ما أنه يحرق جثتها. وأكيد بعد كل هاي الأدلة وبعد اعترافه هو ما أنكر نهائيا أنه قتلها، بتتم محاكمته، وما بتكون محاكمة صعبة نهائيا. هو وجد مذنب بجريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالإعدام. المحاكمة صارت في شهر جون من العام 2005، وإصدار الحكم كان بتاريخ 29 جون. هلا هو ما زال حاليا موجود في السجن وما زال في انتظار حكم الإعدام. وبالمناسبة تكساس من الأماكن اللي تنفذ فيها العقوبة. وآخر معلومة بحب أحكيها بالنسبة للطفلة واللي هي آيفري، فبتعيش مع جدها وجدتها واللي هم والدي ريتشل. كانت هاي نهاية قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبتكم تدعموني بلايك، اشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم أي فيديو جديد. وإلى لقاء في فيديو قادم.